إذا ما بدك تاكلي افتح الكيس. تقريباً إلما. تقريباً؟ لأنه بالأول لازم نروح ونغسل إيدينا. بس بطن علمه جوعان وبده ياكل هلأ هلأ هلأ. أكيد، بس كتير مهم إنه نغسل إيدينا بالأول بالمي والصابون قبل ما ناكل. بهالطريقة ما رح ناكل الجراثيم بالخطأ اللي بتسبب لنا الأمراض. بس علمه ما بده ياكل الجراثيم رايا، الجراثيم رح تخلي بطن علمه مريض وبيوجعه كتير. لا تخاف علمه، الصابون والمية بيغسلوا كل الجراثيم وبتروح مع المية وما رح ناكلها علمه. لهيك يلا نغسل ايدينا ونفركهم كتير منيح. لحتى ناكل اكل نظيف خلينا نغسل ايدينا كتير منيح. ها ممتاز، هاي فكرة صحية علمه. لا للجراثيم للأكل. هلأ بدنا نغسل وناكل ونشبع. يلا طبعا إلما، يلا نغسل إيدينا. أنا جعت كتير.